جاهز. بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر درسنا وسمع. هذا كتاب الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله، باب الترغيب في الدعاء للميت وإحسان الثناء عليه والترهيب من سوى ذلك. عن عثمان، بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحسن خواتيمنا وأن يجعل آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله. وهنا فإن المصنف رحمه الله يريد أن يبين بهذه الترجمة أو بهذه الترجمة ما ينبغي للمسلمين أن يحذو حذوه وأن يسيروا على نهجه فيه، وهو من الثناء على الميت والترغيب في مثل هذا والترغيب في مثل هذا. وهذا يدل على كمال وجمال هذه الشريعة المباركة التي أتت بحفظ حقوق المسلمين أحياء وأمواتا ولذلك لن تجد شريعة رعاكم الله حفظت مثل هذا كشريعة الإسلام. وبمثل هذا أيضا ذكره الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين، فقال: باب ثناء الناس على الميت، ثناء الناس على الميت. وهكذا أهل العلم يجعلون مثل هذا الباب حتى يكون المسلم فيه على دراية وعلى دربة وعلى خير، ما الذي ينبغي أن يكون من أحكام ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم حيا وميتا. وهذا أوان الشروع إلى المقصود. تفضل. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا من لطائفه أيها الكرام الفضلاء، فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبين ما يحتاجه المسلم بعد موته. وأشد ما يحتاجه المسلم أيها الكرام الفضلاء بعد موته دعاء إخوانه إليه، وخاصة عند الصلاة وعند الدفن، أن يدعو الله عز وجل أن يعين الميت على فتنة القبر وسؤال الملكين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث عند الفراغ من دفن الميت أن يوقف عليه، يعني على قبره. وهنا أنوه يا رعاكم الله أننا نرى في المقابر من يجلسون على القبور انتظارا للدفن، فنقول هذا لا يجوز، يحرم عليه ذلك. لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه وتخرق إلى جلده
خير من أن يجلس على قبر مسلم، وسور القبر من القبر، سور القبر الذي تجلس عليه من القبر، رعاك الله. هذه واحدة. الأمر الثاني أيضا أنه يستحب للإنسان إذا دخل المقبرة أن يخلع عليه وأن يمشي حافيا، لما صح من حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود أن النبي رأى رجلا يسير في المقابر بنعليه، فقال: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. قال: فنظر الرجل فإذا هو رسول الله فنزعهما. وهنا هذا استحباب عند جميع الفقهاء أن الإنسان إذا كان يمشي بين المقابر أن يخلع نعاله، وتكاد لا ترى أحدا يفعل ذلك في هذا الزمن، تكاد لا ترى أحدا يفعل ذلك في هذا الزمان. وإنما رخص العلماء أن تكون بنعليك إذا كان في الأرض سخونة أو شوك أو ما يضرك. لكن الحمد لله الآن الدولة وفقها الله وجزاها الله خيرا، أغلب المقابر الآن مرتبة ميسرة، وتمشي فيها وموجود فيها البلاط وموجود فيها هذه الطرقات ومرتبة، فأقم هذه السنة رعاك الله، وما الذي يضرك فيها؟ ما يضرك فيها شيء. ولذلك الصحابة كانوا يهتبلون ما يأمرهم به النبي حتى وإن كان مستحبا. طيب، هنا النبي قال: استغفروا لأخيكم. الألف والسين والتاء بمعنى الطلب، يعني اطلبوا المغفرة من الله. وقال لأخيكم حتى يعلم رابطة الأخوة الإيمانية من أعظم الروابط. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، أسلوب الحصر والقصر. إن ودخلت عليها ما الكافة المكفوفة، المؤمنون مبتدأ، إخوة خبر. ولذلك إذا كنت أخوك الحق معك الذي يضر نفسه لينفعك، وإذا ريب الزمان صدعك شتت شمله فيك ليجمعك. فهنا يطلب المؤمن المسلم من الله لأخيه أن يغفر ذنوبه ويمحو سيئاته، وأن يسأل الله له التثبيت، يعني في الدعاء تقول: اللهم اغفر له وثبته، يعني في سؤال الملكين له وإحسان الجواب منه للملكين. وهذا أعظم شيء يسألونه عن ربه ودينه وعن نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فعلينا أن نعد لهذا السؤال جوابا. وهنا يعلم أن السؤال يكون بعد الدفن، فإن كان الميت في الثلاجة جلس ما جلس فلا سؤال للملكين حتى يدفن، وكيفية ذلك يعلمها الله عز وجل، نحن غير مسؤولين عنها، لا يهمنا كيف يكون ذلك، كيفية السؤال هذه يقدرها الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث فيه إثبات حياة الميت في القبر، حياة يعلم ماهيتها الخالق سبحانه وتعالى. وهنا يا كرام يا فضلاء، يظن بعض الناس أن الدعاء للميت يكون طويلا، وليس الأمر كذلك، إنما هو فقط أن تقول: اللهم اغفر له وثبت، اللهم اغفر له وثبت، اللهم اغفر له وثبت، وأقل الدعاء ثلاثا، ثم تخرج وتنصرف. أما إطالة الدعاء أيها الكرام الفضلاء، إنما ورد من قول عمرو عند من حديث عبد الله بن عمرو يحكي عن والده أنه قال: إذ أنا مت فأقيم على قبري مقدار ما ينحر الجزور وأدعو لي. فنقول هنا إذا خالف قول وفعل الصحابي قول وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، قدم قول النبي عليه الصلاة والسلام واعتذر للصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فهنا رعاكم الله لا يكون الدعاء طويلا، إنما كما قلنا: اللهم اغفر له وثبته، اللهم اغفر له وثبته، اللهم اغفر له وثبته، اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما في مانع. كل هذه الأمر فيه ساعة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما ما يكون من الدعاء الجماعي فهذه بدعة،
بل كل إنسان يدعو على حاله للميت، يدعو على حاله للميت. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان ممكنا فعله ولم يفعله النبي فدل أن الترك هو الواجب. كان يعجز النبي أنه هو بدل ما يقول ادعوا لأخيكم سر الله التثبيت، كان يرفع يد النبي ويدعو ويأمن الصحابة وراءه عليه الصلاة والسلام، وما كان وما روي عنه أبدا أنه دعا بهم عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه مروا على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، ثم قال إن بعضكم على بعض شهيد. إن بعضكم على بعض شهيد. يا سلام، هذا الحديث عظيم، وقد صح أيضا من حديث أنس بن مالك في الصحيحين. النبي لما مروا بجنازة أثنوا عليها خيرا، يعني قالوا عليها خيرا من الكلام الطيب، كان واصلا للرحم، كان خيرا، كان صاحب صلاة، هذا معناه، يعني قالوا عليه كلاما خيرا طيبا. قال وجبت، وجب جنازة أخرى فأثنوا عليه شرا، كان قاطع الرحم، كان لا يصلي كذا، والنبي يقول وجبت. فقال عمر، رواية أنس توضح رواية أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين، ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. لا إله إلا الله. الله يحسن خواتيمنا يا رب العالمين، الله يحسن خواتيمنا. وهذا الحديث من لطائفه أيها الكرام الفضلاء أن الله اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام واصطفى هذه الأمة، وذكرنا في فضائلها 27 فضيلة، واصطفى الصحابة الكرام شهداء الله في الأرض، كما جعلهم أيضا شهداء يوم القيامة. لا إله إلا الله. من خصائص هذه الأمة أنها تأتي شهيدة يوم القيامة، يشهدون للأنبياء أنها بلغت رسالة الله للأمم. لا إله إلا الله. أنها بلغت رسالة الله لماذا؟ للأمم. فهذا كله يدل على فضيلة هذه الإيش؟ هذه الأمة. وهذا كله يدل على وسطية هذه الأمة وارتفاع قدرها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عالية القدر، لتكونوا شهداء على الناس. يا الله، شهداء على الأمم يوم القيامة، أن الأنبياء قد بلغت أممها، أن موسى بلغ اليهود، وأن عيسى بلغ النصارى، وهكذا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا إله إلا الله. ونأتي بعد ذلك الرسول يشهد علينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هنا فإذا عيناه تذرفان تهملان تهطلان يبكي عليه الصلاة والسلام. أظن هذه الآية 43 في سورة النساء، حديث ابن مسعود في الصحيحين، يبكي هنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبي هو وأمي. فهذه من خصائص واللطائف هذه الأمة. ولذلك لما جاءت الجنازة أثنى الصحابة عليهم وذكروا أوصافا حميدة محمودة للميت. وهذا يدل على أن الإنسان له الظاهر والباطن يعلمه الله تبارك وتعالى، الباطن يعلمه الله عز وجل، إنما لنا بظواهر الأمور. وذكره بأوصاف حميدة فقال وجبت، يعني ثبت له هذا الأمر، وجب بمعنى سقط، فإذا وجبت جنوبها ثبت له هذا الأمر، ثبت له الجنة. والثاني ذكروه بصفات الذم والتنقيص فقال عليه الصلاة والسلام وجب له العذاب والعقوبة
والنار أنتم شهداء الله في أرضه. ولذلك هذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادة أصحابه لأحد بالجنة أو النار دليلا على وجوبها. ومعنى الوجوب هنا ثبوتها له، وأنه أيها الكرام الفضلاء ليس معنى ذلك أن الناس يقولون هذا في الجنة وهذا في النار، لا، ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا ما دل عليه الدليل، لكن المسلمون لا يجتمعون على ضلالة، الأمة لا تجتمع على ضلالة، فإذا شهدوا بالخير للميت فقد أثبتوا له الحق بالجنة، وإن شهدوا بالذم للميت فقد أثبتوا له الحق في النار. وأيضا هذا الحديث فيه يعني يدل على الإحسان وإظهار الخير للمسلمين، وعدم إظهار إيش؟ وعدم إظهار السوء. والشيخ بن باز رحمه الله رحمة الشرح على رياض الصالحين، لأن هذا الباب جاء أيضا في رياض إيش؟ جاء في رياض الصالحين، قال: وينبغي للمؤمن أن يجتهد في البعد عن الشر، وأن يتخلق بالأخلاق التي شرعها الله حتى يشهد له إخوانه بالخير، فهم شهداء الله في الأرض. فينبغي للمؤمن أن يجتهد ويحرص على العمل الطيب والخلق الكريم الفاضل فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين العباد، وأن يحذر جميع الأخلاق الرذيلة والصفات الذميمة فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق الخلق. وفيما هذا كلام نفيس أيها الكرام الفضلاء. وهذا الحديث يقول الشيخ بن باز فيه تحريض وحث على الاستقامة على طاعة الله وإظهار الخير والحذر من الشر، وأن الناس ليس لهم إلا الظاهر وهم شهداء الله في أرضه، فمن شهد له بالخير فهو عدل مرضي عند الله وعند الناس عند أهل الإيمان. الكلام هذا لأهل الإيمان هم الذين يشهدون، وليس لأهل الفسق والفجور. ومن أثني عليه شرا فهو عند الله وعند الناس شر. فلذلك الإنسان أيها الكرام الفضلاء ينبغي أن ينتبه لهذا. وقال أيضا: وهذا من لطائفه فيه الدلالة على قبول التزكية من اثنين ومن ثلاثة إذا كانوا عدولا، وأن المزكى تقبل شهادته، والتي يعمل بها الآن في التقاضي، ويعمل الآن في المحاكم، ويعمل بها الآن في المحاكم. نعم. طيب الآن معذرة، الآن طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث لا تسبوا الأموات قد أفضوا إلى ما قدموا؟ هذا لا يعتبر سب، هذه تسمى شهادة وإخبار أيها الكرام الفؤاد، شهادة وإخبار، وليست سبا، إنما الإنسان أخبر بما علم، أخبر بما علم. نعم. أحسن الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثنى عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: شيخ أبا سيف، أثني عليها خير، فأثني. أحسن الله إليكم. فأثني عليها خير، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فداك أبي وأمي يا رسول الله. مر بجنازة فأثني عليها خير، فقلت: وجبت وجبت وجبت. ما عذرك عندك خيرا ولا خير؟ خير يا شيخ. خيرا خير، اي خير. اي ممتاز، خير بالضمتين. أيوة ممتاز. في بعض على أساس أنها نائب فاعل، وفي بعض الروايات خيرا على أساس الحال، والاسم منكرا حالا يقع كبغتات زيد طلع. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. فقال عمر: فداك أبي وأمي يا رسول الله.
مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت وجبت. والنبي هنا أرأيتم للتأكيد كرر الكلمة ثلاثا، كل هذا للتأكيد، هذا يسمى التأكيد لفظي، وجبت وجبت وجبت، نعم يعني ثبت ما قلتم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم لطيفة فقالوا: وهذا فيه شهادة للمعين، وبه قال الإمام أحمد أنه يشهد للمعين بالجنة، حتى قال فيه كما يقول الشيخ باز: جماعة إنه من أهل الجنة بهذه الشهادة. قال: لكن المعروف في العقائد أنه لا يشهد إلا بنص من الكتاب والسنة، لكن بعض أهل العلم أخذ بهذا في شهادة المعين كالإمام أحمد والقاضي عياض والشافعي ومالك وجماعة ممن أثني عليه خيرا وعرف بالخير وعرف بالخير. وسئل: أيؤخذ من هذا الحديث جواز غيبة الفاسق؟ قال: نعم، من أظهر الشر فلا غيبة له، فلا غيبة له. وهذا فيه رد على من يقول لك لا تتكلم عن فلان وفلان، لا، من أظهر الشر السر بالسر والعلانية بالعلانية، فمن أظهر الشر فلا غيبة له، ومن أظهر الفسق فلا غيبة له. وهذا من أدلتهم، يعني هذا من لطائف هذين الحديثين، كذا قال الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع. نعم. وعن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مروا على أخرى فأثنوا عليها فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مروا بالثالثة فأثنوا على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنة. قال: فقلنا وثلاثة. فقال: وثلاثة. فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم نسأله عن الواحد. نعم. وطبعا هي فأثنوا بالواو اللينة الساكنة المفتوح ما قبلها. نعم، تقدم ذكره. نعم. وطبعا هو أبو الأسود هنا مين؟ من هو أبو الأسود هنا اللي في الحديث عندنا يا شباب؟ من هو أبو الأسود هنا؟ هذا أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الديلي، أبو الأسود الدؤلي بتثقيل الداء المهملة المضمومة، أيوة، وفتح الهمزة، أبو الأسود الدؤلي، أو أبو الأسود الديلي، أو أبو الأسود الديلي، نعم، أو أبو الأسود الديلي. وهذا أيها الكرام الفضلاء، طبعا أبو الأسود هذا الدؤلي، وكان يسمى بظالم، اسمه ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني،
ولد طبعا عاش 53 سنة، سبحان الله. أيضا ممن نضيفه في أعلام ماتوا قبل 60، يعني هو لا هذا لا حيكون نيف، لأنه هو تولد 16 قبل الهجرة ومات 69 بعد الهجرة، فحيكون عاش كم؟ كم يكون عاش يا شباب؟ اتولد 16 قبل الهجرة ومات 69 بعد الهجرة، يكون عاش كم يا مشايخ؟ 80. أيوة. هل يصلح أنه هو نضيفه؟ لا ما يصلح، لأنه يعتبر كبير. الغريب يا شباب سبحان الله، طبعا هو من المخضرمين. ما معنى المخضرمين؟ يعني الذين حضروا الجاهلية أو حضروا النبي وما بعد النبي، أو كانوا يعني قبل. المخضرم هو الذي يعتبر أنه جلس عمر من عمره في الجاهلية وعمر من عمره في الإسلام، أو أدرك الجاهلية وأدرك إيش؟ أدرك الإسلام. فأبو الأسود سبحان الله هو تولد 16 قبل الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا يعني يعتبر هذا أبو الأسود مخضرم، حضر الجاهلية والإسلام، يعني حضر من عمره 3 سنوات في الجاهلية وبعدين جاء الإسلام، وبعد ذلك جاء ماذا؟ جاء أو حضر 6 سنوات في الجاهلية أو 3. النبي هاجر سنة بعد 13 سنة من مكة، وهذا تولد قبل 16 سنة من الهجرة، 16 سنة، فهو من المخضرمين. والغريبة سبحان الله أنه يعد من التابعين، لم يرى النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يعد بذلك في التابعين، وصحب عليا وولاه البصرة، وأيضا شهد معه حرب الخوارج ومن قبل صفين والجمل، وهو يلقب بملك النحو، هو وضع علم النحو بأمر من علي رضي الله عنه وأرضاه، بأمر من علي رضي الله عنه وأرضاه، فكان هو يلقب بأبي الأسود، ويحب اللقب أحسن من اسمه ظالم، يعني يقول لك أبو الأسود أحسن من اسم ظالم اللي أنا يسموني به، هو طبعا كناني، وهو كناني. وسبحان الله كنيته غلبت على اسمه، غلبت على اسمه وكان بها مشهورا. وهذه من الكنى التي لا تتبادر إلى الذهن. إيه معنى كنية لا تتبادر إلى الذهن يا شباب؟ أو لقب لا يتبادر إلى الذهن مثل حميد الطويل؟ ها؟ لا، مجرد لا، يعني ليس معناه أن لما نقول حميد الطويل نقول هذه نسبة لا تتبادر، يعني ما هو طويل. فلما نقول أبو الأسود معناه أنه ما كان لونه أسود، لم يكن أسود البشرة، وليس له ولد. أيوة، وليس له ولد اسمه الأسود، عرفتم؟ لكن سبحان الله هكذا أتته سبحان الله العظيم. وهو طبعا أسلم بعد ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يدخل المدينة إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكما روى عنه هذا الحديث، وقرأ القرآن على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وبعد ذلك سكن البصرة، وقلنا كان فيها ما كان من أمورهما علي رضي الله عنه وأرضاه، وضع علم النحو، قال له أنحو نحو هذا، قال له أنحو نحو هذا، وكان فصيحا، كان فصيحا يقول إني لأجد للحن غمزا، كان غمز اللحم سبحان الله، يقول اللحن، أنا ما أحب الإنسان أن يكون لحانا وأن يكون مخطئا. ولذلك قال له علي ما أحسن هذا النحو الذي نحوت، ما أحسن هذا النحو الذي نحوت، كان داهية
من الدواهي رحمه الله، كان داهية من الدواهي، وأثنى العلماء عليه فقال فيه ابن حجر ثقة في الحديث، يعني جمع الله له بين النحو وبين الحديث، وكان أيضا شاعرا، وكان أيضا شاعرا مجيدا، وعاش 85 سنة، لو جمعنا 16 و69 تطلع 85. وسبحان الله أصيب في آخر حياته بالشلل النصفي، يعني كما ذكره ابن خلكان في وفاة الأعيان، جاء له مرض يسمى الفالج، ومات في الطاعون الجارف. عنده من الأولاد عطاء وأبا حرب، وعنده بنية رحمه الله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل بأبيات من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا إلا قال الله قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. طيب، قال: ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أو ثلاثة أربعة. أو ثلاثة أربعة. في رواية أخرى لي ثلاثة، وفي رواية أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين بفتح الهمزة وسكون الدال المهملة وفتح النون الموحدة الفوقانية وسكون الياء المثنى التحتانية يعني القريبين، هذا معنى الأدنين، يعني الأقربين أو القريبين، يعني البيوت القريبة، يعني الجيران، يعني الجيران، أنهم لا يعلمون عليه إلا خيرا. قال الله تعالى: قد قبلت علمكم، الله، وعفوت عما لا تعلمون. اللهم اغفر لنا يا رب ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون، واجعلنا خيرا مما يظنون. يا سلام، هذا الكلام الجميل، وهذا نسأل الله عز وجل أن يحسن آخرتنا وعاقبتنا، وأن يجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. نعم. أحسن الله. روى أحمد عن شيخ من أهل البصرة لم يسمه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل: ما من عبد مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله عز وجل قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم. قد قبلت أحسن الله إليكم. قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم. اللهم يجعلنا يا رب من الذين تغفر لهم يا رب. أحسنتم. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كل ما ذكر في هذا الصحابي الجليل الحارث بن ربعي إنما هو بالفتح، وكل ما جاء من لفظ قتادة في الأعلام إنما هو بالفتح رعاكم الله، وليس قتادة كما هو يعني مشهور على ألسنتنا. عندنا قتادة ابن إدريس، قتادة ابن دعامة، قتادة ابن دعامة السدوسي الأكمع، عندنا قتادة ابن النعمان، عندنا أبو قتادة اللي هو الحارث ابن ربعي رضي الله عنه وأرضاه. فكل هؤلاء طبعا في هؤلاء إنما هو بفتح القاف، بفتح القاف. نعم. أحسن الله إليكم. طبعا في قتادة بن إدريس، هذا طبعا شيعي
شيعي ويكذب أنه من نسب شريف وهو كذاب، ليس له نسب شريف. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها، ولم يصلي عليها. الله أكبر. رأيتم؟ وهذا فيه لأهل الفضل أيها الكرام الفضلاء أن يسألوا عن هذه الجنازة وأنتم شهداء الله في أرضه، ولذلك قالوا المنتحر وقاتل نفسه إلى غير ذلك لا يصلي عليه أهل الفضل، لا يصلي عليه أهل الفضل. وهذا رد على من يقول أنه لا تسأل عن إيش، عن الميت. لا، ينبغي الإنسان يسأل لكي يصلي، إذا كان من أهل ديانة وصلاح يصلي عليهم، إذا كان تارك للصلاة، وإذا كان مثلا لا يصلي إلى غير ذلك هذا أصلا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه فيه ولا يدفن في مدافن المسلمين. أيها الكرام الفضلاء، أعد هذا الحديث لأهميته مرة أخرى. أحسن الله إليكم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهليها شأنكم بها، ولم يصلى عليها. ولم يصلي فتح ولم يصلي ولم يصلي عليه. وهذا أيضا أبو قتادة هو الذي روى الحديث في الصحيح في الرجل الذي مات وعليه ديناران، فقال: هل عليه دين؟ قال: نعم ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال: يا رسول الله علي دينه. قال: فتقدم وصلي علي، ولا زال يسأله: هل قضيت الدين؟ قال: صلى الله مات بالأمس، إنه يعني ما لسه يعني سأقضي. قال: فيأتيه اليوم الثاني: قضيت عنه؟ قال: نعم. قال: الآن أبرد على جلدته، الآن أبرد على جلدته. نعم. أحسن الله إليكم. وعن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما فعل يزيد بن قيس لعنه الله؟ قالوا: قد مات. قالت: فاستغفروا الله، فقولوا لها: ما لك لعنتي، ثم قلت استغفروا الله. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دقيقة أستغفر الله. استغفر الله. لا، قالت فأستغفر الله، يعني أستغفر الله من اللعن الذي قلته. أيوة أستغفر الله. نعم تفضل. أعيد الحديث يا شيخ. يا ريت. نعم. وعن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما فعل يزيد بن قيس لعنه الله؟ قالوا: قد مات. قالت: فأستغفر الله، فقالوا لها: ما لك لعنتيه، ثم قلت أستغفر الله. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. أفضوا إلى ما أفضوا، بفتح الضاد والواو هنا تسمى واو لينة، سكنت ففتح ما قبل، أفضوا إلى ما قدموا. فإنهم أحسن الله إليكم، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو عند البخاري دون ذكر القصة. ولأبي داود: إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه. أي نعم، هو هنا نعم يقصد الإمام المنذري أن أصل هذا الحديث موجود عند الإمام البخاري. نعم،
بلفظ لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، من غير ذكر القصة وهي قولها ما فعل يزيد ابن قيس، وسنذكر الآن. وهذا من لطائف هذا الحديث، أولا أن هذا الدين جاء بحفظ الضرورات الخمس، ومن حفظ الأعراض أحياء وأموات كما قلنا في بداية كلام عن هذا الباب. وأيضا جاء في النهي عن أن يؤذى الميت والحي بسب أو بشتم، بسب أو بشتم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال سب المسلم كقتله، ولم يكن النبي بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء عليه الصلاة والسلام. وهنا نهى عن سب الأموات والإساءة إليهم لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، يعني وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، فالله عز وجل سيجازيهم ويؤاخذ من يشاء بذنوبه ويغفر لمن يشاء. ولذلك أيضا من لطائفه أنه لا يقطع لأحد بجنة ولا بنار، لأن الله عز وجل إلا ما دل عليه الدليل، إلا ما دل عليه الدليل، لأن الله عز وجل هو القادر وهو المختص بذلك تبارك تبارك وتعالى. وأيضا يعني عند الترمذي من حديث المغيرة لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، ولذلك من أسباب النهي هو يؤدي ذلك سب الميت أن يحزن الأبناء، أبناء الميت، أقارب الميت، إلى غير ذلك. وهذا الدين جاء بحفظ السلام المجتمعي، فيحفظ المجتمع من الشحناء والبغضاء إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء. وأيضا عند النساء من حديث عائشة لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، يعني موتاكم، وهذا فيه جواز أنه يقال للميت هلك، وكذلك نذكر ذلك في درس الفرائض، نقول هلك هالك. لكن أيها الكرام الفضلاء، هذا في غير المنافقين وسائر الكفار، وفي غير المتظاهر بالفسق والبدع، حتى نجمع ما بين الأحاديث جميعا اللي مرت معنا، أثنوا عليها خيرا أثنوا عليها شرا، فلا تعارض بين الأحاديث. إن هذا الكلام يقال في المسلم، أما من كان ما والعياذ بالله من الكفار والمنافقين والمتظاهرين بالفسق والفجور والبدعة إلى غير ذلك، هذا يذكرون ولا كرامة، يذكرون ولا كرامة. أيها الكرام الفضلاء، يذكرون ولا كرامة. هنا في هذا الحديث أيضا من لطائفه كما قلنا لكم أن الإنسان إذا وقع منه السباب فإنه يستغفر الله عز وجل، فإنه يستغفر الله تبارك وتعالى، فإنه يستغفر الله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. قال الحافظ وتقدم حديث أم سلمة الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. انتهى الباب. نعم، فإن الملائكة، وهذا فيه النهي عن شق الجيوب أيها الكرام الفضلاء، والدعوة بدعوة الجاهلية وما يكون من البدع التي تحدث، ويا سبعي ويا جملي إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. فلذلك الإنسان إذا حضر الميت فلا يقول إلا خيرا، لأن الملائكة فإنها تؤمن، فإن الملائكة هنا تؤمن على هذا الدعاء. ولذلك النبي قال
قولوا اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عاقبه في الغابرين، وسع له في قبره ونور له فيه، واغفر لنا وله يا رب يا رب العالمين. هذا كله من الدعاء الذي ينبغي أن يقول يقال ويصبر الناس، ولا يقولون مثل هذه الأمور. والنبي كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأبي هو وأمي، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. فلذلك الإنسان ينبغي أن يكون هكذا. وهذا من فوائده رعاكم الله، أن الإنسان عليه أن يزكي هذا العلم في مواطن تزكيتها، عليه أن يزكي هذا العلم في مواطن تزكيتها. لا ينبغي وقد مر معنا كثير من ذلك، أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. فلا ينبغي أن تكون عارف الحلال وعارف الحرام ودرست ثم تأتي رعاك الله وتسكت في مثل هذا الموطن وتقول: يا أخي الناس فيش ونحن ماذا نقول. والنبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه عليه الصلاة وأتم التسليم لم يتأخر عن البيان في وقت الحاجة، لم يتأخر عن البيان في وقت الحاجة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا كله يدلك رعاكم الله أن المسلم لا ينبغي له أن يكون في مثل هذه المواطن، أنه قد أصيب بالبكم وكأنه ليس موجودا إلى غير ذلك، بل بالعكس أنت تصبر الناس وأنك توضح للناس وتبين لهم ما ينبغي أن يكون في هذه المواطن وما لا ينبغي أن يكون. كل هذه الأحاديث التي مرت معنا رعاكم الله هي التي نحن نذكرها الآن، وهي التي ينبغي أن المسلم دائما أحسن الله إليكم أن يأخذها على بال، ولا ينبغي أن يكون هذا العلم بدون تزكية، لا ينبغي أن هذا العلم يزكى. وأين يزكى هذا العلم رعاكم الله؟ يزكى في المواطن التي يحتاج فيها إلى علمك، يحتاج فيها إلى علمك. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم.